الأستاذ محمد كمال. أستاذ محمد تفضل. طيب المصريين يا أستاذ محمود، امبارح مستشفى الهلال الأحمر في رمسيس ملئت على آخرها وبنك الدم. أستاذ محمد قال أنا ليس لي علاقة بما ينشره الإعلام، النائب العام لم يتحدث لا عن صلة الإخوان بالموضوع ولا وأنا شيء. هنا لا أتكلم عن أي قوة سياسية، أنا بتكلم عن حادث جلل. طيب راح ضحيته 22 مصري حرقا. طيب أنا ماليش دعوة بالسياسة، أنا هنا مش سياسي، أنا هنا ما لا أتحدث عن أي قوة سياسية، لا إخوان ولا غير إخوان ولا قوة داخلية ولا قوة خارجية. جيد. أنا عندي ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، الناس امبارح ملأت مستشفى معهد ناصر ومستشفى الهلال الأحمر عشان تروح تتبرع بالدم، هم دول المصريين يا أستاذ محمود، ده رقم واحد. من ضمنهم ناس أو أغلبهم الناس المؤمنة قوي والناس اللي نزلت عملت 25 يناير، فدول الناس دي مش مخربة وما بتفرحش في البلد. عندي 11 سؤال للأستاذ محمود سريعا جدا. سيسي قال أنا ما عنديش علشان أطور السكة الحديد. سؤالي أو ال 11 سؤال للأستاذ محمود، النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة على لسان محمد زكي عبد الدين رئيس المشروع تكلف 2 مليار دولار، مش كان أولى 2 مليار السكة. دولار يا فندم. تكلفة سجن جمصة بس 750 مليون جنيه، في 20 سجن السيسي بناهم تساوي 15 مليار جنيه، مش كانت السكة الحديد أولى بيهم؟ أحمد زكي عبد الدين رئيس العاصمة الإدارية الجديدة قال إن تكلفة البنية الأساسية للعاصمة الإدارية 140 مليار جنيه، تصريح رسمي منه في اليوم السابع يوم 9 ديسمبر 2018. أربعة، أحمد زكي عبد الدين نفسه في الأهرام في 17 أكتوبر قال المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية هتتكلف 300 مليار جنيه، مش كانت السكة الحديد أولى بيهم؟ خمسة، كم تكلف بناء القصر الجمهوري الجديد في العالمين الجديدة اللي صفحة مدينة العالمين الجديدة نشرت صوره، مش احنا برضو؟ ستة، جريدة البورصة بتاريخ 6 يناير 2019 قالت ان تكلفة اضاءة مسجد الفتاح العليم 20 مليون جنيه. طب تكلفة المسجد كله كام؟ هي من قلة مساجد في مصر؟ ومش كانت السكة الحديد والمدارس ومستشفيات اولى بيها؟ سبعة، خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة قال لجريدة الوطن إن 35 مليار جنيه تكلفة بناء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. يعني لو حسبنا المبالغ دي هتطلع مبالغ ضخمة جدا. طيب أطول برج في العالم اللي بيعملوه هيتكلف كام؟ في إفريقيا. تسعة، مجلس الوزراء قال إمبارح إن 65 مليار جنيه تم إنفاقه على تطوير السكة الحديد من 2014. ما نتائج ال 65 مليار جنيه؟ ان 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 جرار بيمشي على سرعه 60 كيلو وهو داخل الرصيف. طيب رقم 10، مدير اثار القاهره التاريخيه ده مسؤول رسمي في الدوله قال في جريده الاخبار اليوم بتاريخ 12 ديسمبر 2018 قال ايه حضرتك؟ مليار و270 مليون جنيه لترميم التراث اليهودي في مصر. التراث اليهودي ولا تراث السكه الحديد يا سادس؟ 11 واخر حاجه عشان ما اطولش، 20 فبراير 2018 وزاره الاثار قالت لجريده اليوم السابع في بيان رسمي ان تكلفه ترميم المعهد اليهودي بالاسكندريه 100 مليون جنيه. هي الفلوس دي لو كانت اتصرفت على السكه الحديد مش كان عندنا افضل، او حتى جزء منها، او جزء منها، مش كان هيبقى عندنا افضل؟ انا عندي روح الانسان المصري اغلى عندي من مليارات الدنيا. جزء من الفلوس دي لو كان تم انفاقه على تطوير السكة الحديد مش كنا خلصنا؟ طيب